انا متاسف والله، كان في المفروض ميعاد ما بيننا يوم الخميس وكان فعلا اتفاق، بس حصلت كده يعني. سافرت مع السيد وزير الدفاع عشان تخرج كليه الضباط الصف الحقيقه في التل الكبير، وعايز اقول لكم والله انا شفت يعني شباب رائع، يعني شفت اكتر من 5000 شاب هناك، دول المتطوعين في القوات المسلحه بعد الاعداديه واللي هم بيطلعوا ضباط صف يعني. بس شفت حاجه تدريب على اعلى مستوى، شفت اللياقه بدنيه محترمه جدا، لبس شكله جميل جدا. الكليه هناك لا تقل عن اي كليه لاي ضباط في اي حته في العالم، حمامات سباحه وملاعب وصالات جيم، ويعني الحقيقه حاجه رائعه. وتدريب بيقول لك عشان الواحد ينجح لازم يعمل 20 عقله و80 ضغط و90 باط، يعني ده والله ده يعني احد الاختبارات عشان يتخرج يعني. وبياخدوا الشباب بيقعدوا الاول 110 يوم داخل الكليه ما بينزلوش خالص تدريبات، فالحقيقه شفت مستوى يشعر جدا الواحد معاه بالتفاؤل. النهارده كمان شايف مجموعه تانية من التفاؤل، الشباب بخير كله. بس ما اسال حد يقول لي هو الشباب زعلان ليه؟ مش عارف هو فين الشباب زعلان يعني، لازم يكون في شويه زعلانين، مش هقول كل الشباب، كل الناس هتبقى مش زعلانه يعني. لكن ممكن يكون الشباب عنده ملاحظات، عنده اعتراضات، عنده طلبات، ده شيء طبيعي يعني. انما كلمه كل ما اروح حد يقول لي حاول تلموا الشباب، حاول تلموا، مش عارف اقول له انا والله كل يوم بقابل مجموعات كبيره من الشباب، الحمد لله النسبه كبيره جدا من شبابنا مقدر في مشاكل ومحتاجين طلبات اكتر والدنيا محتاجه تتحسن اكتر من كده واسرع من كده، لكن الناس كتيره برضو مقدره للظروف ومقدره الموقف ومقدره احنا طالعين قد ايه من مشكله فاتت عليها 4 سنين النهارده، لكن ان شاء الله هتتحل وتبقى كويسه جدا. لانه عشان التغيير ده يحصل كنا محتاجين يعني، مفيش حاجه بتحصل من غير خسائر. حصل تغيير في المجتمع، دفعنا ثمن وضربته، ده شيء طبيعي. اي دوله في العالم حصل فيها التغيير الكبير ده لازم تدفع ضريبته، لكن المفروض انها بعد الانطلاق بقى بتعوض ال4 سنين اللي فاتت دول بسرعات اكبر، ده اللي موجود في اي حته يعني. فاهلا بيكم اولا، وانا سعيد بالتعاون معاكم، وعندي امل كبير جدا ان اداره الجمعيه عندكم تقدر تعمل حاجه اضافه كبيره، والناس بصلكوا على انكم انتوا اغنى شباب في مصر، لان انتوا شباب رجال اعمال، فمتخيله ان انتوا يعني مليونيرات كلكم، ودي حاجه ما تزعلش شباب مصر، لازم يكون في كل حاجه. لكن كيف نستطيع ان نستفيد بالتعاون ما بين الوزاره وما بين الجمعيه ان احنا نقدر نخدم على الاقل كل قطاعات المجتمع المختلفه، يعني سواء الاماكن اللي فيها عشوائيات، الاماكن القرى الاكثر احتياجا وفقرا، المجتمعات يعني مؤسسات المجتمع المدني لو تقدر تساعد معانا اهلا وسهلا. فانا برحب بيكم اولا، وهسيب بقى الكلمه لحسام يشرح لنا ايه الظروف. اتفضل يا فندم. احنا بصدد توقيع مع حضرتك النهارده مع الوزاره طبعا الدكتور محمود حسن وكل المجموعه في الوزاره، بنشكرهم على المجهود معانا خلال ال3 اشهر اللي فاتوا اللي احنا كنا بنعد اليوم للبروتوكول. زي ما معالي الوزير كان بيقول دلوقتي الشباب قدرات كبيره جدا، اعداد كبيره جدا موجوده عندنا في مصر، لازم ان احنا نستغلها ولازم ان احنا نقدر نفيدها ونقدر نطورها بحيث ان احنا يبقى عندنا منظومه شبابيه قويه قادره على العمل، قادره على الانتاج، قادره على البناء للمستقبل ليها ولاولادها. احنا في الجمعيه المصريه لشباب الاعمال من بدايه السنه مركزين على محور التنميه للشباب بالتعاون طبعا مع وزاره الشباب والمهندس خالد عبد العزيز. اتكلمنا ان احنا في احدى المحاضرات اللي كان بيديها المهندس خالد اتكلمنا على ان في حوالي 4000 مركز او اكتر من 4000 مركز موجودين في مصر. لما نبص على المراكز اللي موجوده في مصر والاعداد الشبابيه اللي موجوده في كل مركز في كل محافظه في مصر، نلاقي كميات كبيره جدا من الشباب اللي نقدر بـ 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 باجراءات بسيطه جدا ناهلها ونخليها قادره على العمل وقادره على الانتاج. وده اللي احنا ابتدينا بالعمل فيه من خلال برنامج الكيا وبرنامج المفتاح عندنا في الجمعيه المصريه لشباب الاعمال، اللي من خلاله بيتم تدريب الشباب على السوفت سكيلز او المهارات اللي يقدروا يتمرنوا عليها، نقل الثقافه من التدريب اللي بيتم اللي احنا بنعمله دلوقتي في المراكز اللي ابتدينا بيها، التدريب الصناعي والتدريب الفني، البيزنس بلاننج او ان حضرتك تقدر تنظم خطه عمل لاي منظومه عمل عايز تعمله حتى لو كان العمل ده ورشه فيها نفرين، ان انت تطور كمبيوتر سكيلز وكل الحاجات دي كلها. وابتدينا بالفعل اشتغلنا التجربه دي على 3 مراكز موجودين في احمد عصمت وجزيره الدهب وساقيه مكي. الحمد لله احنا شغالين دلوقتي وتم تدريب العناصر اللي موجوده هناك وجاري تدريبها اكتر، ثم هننتقل ان اللي بيتدرب يقدر يدرب
ما يسألك سؤال. اتفضل. انت رئيس مجلس الشباب احمد عيسمت صح؟ الشاب ده جالي الحقيقة من 3 شهور تقريبا قال لي احنا مركز شباب فاشل وانا زعلان لان هو ده رئيس مجلس ادارة. فقال لي انا شاب رئيس مجلس ادارة وعايزين ننجح التجربة دي. او انت نائب رئيس مجلس ادارة وفي رئيس مجلس ادارة لكن في سنك يعني. نائب رئيس مجلس ادارة. وقال لي ما معناه يعني ان احنا ادائنا في الوزارة هو اللي ممكن ينجح الشباب او لا. وكان عنده حق عايز يقول لي يعني ما معناه انتوا مراكز الشباب اللي فيها رؤساء مجالس اداره سنهم كبير ونواب رؤساء مجلس اداره سنهم كبير المراكز ديت شغاله كويس وتعمل فيها تطوير وبيحصل فيها شغل احنا عشان شباب صغير اما بتهملونا ده بيدي انطباع للناس ان لما بيبقى رئيس مركز الاداره او رئيس مجلس اداره او النائب بتاعه سنه صغير ان المركز ما بيتطورش والمركز ما بيشتغلش في حاجه وده كان كلام منطقي لانه الناس هتاخد الانطباع ومش هتقعد تسال بقى التفاصيل فاتفقنا ان احنا نبتدي نطور معرفش حصل ايه استاذ رمزي موجود استاذ محمود دكتور محمود حسن فما اعرفش ايه الاجراءات اللي ابتدت تتاخد في وان كان انا ما اعرفش بس انا سامع دلوقتي ان انتم في حاجه بدات عندكم اهيت في موضوع التدريب هي الجاي ذات بدات في التعليم ده في مدار 20 اكتر من اكتر من جمعيه كويس وفي اكتر من جمعيه داخل لا انا عايز مارجريت بقى لان احنا كنا اتفقنا مش انا خليتك تكلم مارجريت ولا رمزي مارجريت ما كلمتكش خالص لا معلش لا معلش معلش خلينا نتكلم انا عايز مارجريت لا صح ايه تاني كويس قوي طب انتوا نقيتوا ازاي دول الثلاثه ده اللي كان بالاتفاق مع الجي اي زد في الاول يعني سواء سيد مكي او احمد عايز كلهم كانوا بالاتفاق كانوا اثنين سيد مكي واحمد عصمت وجزيره الدهب كان بالاتفاق مع الجي اي زد ان دول الثلاثه اللي هيبقوا البايلوت اللي هيتعمل عليهم ثم تعمل جزيره الدهب القاهره ولا جيزه جيزه معتبره جيزه وسيد مكي جيزه و لابين احمد صالح عشان كده يعني اثنين منهم عندك سيد مكي وجزيره الدهب عندك برضو جزيره الدهب دي في وسط النيل لا يا فندم ده مركز ده في النيل لكن اسمه جزيره الدهب اوكي احنا اللي شغالين فيه دلوقتي مع الوزير في الجزئيه دي ان احنا بنأهل المجموعه القائمه على اداره المراكز اللي هو عدد 7 المديرين القائمين بالشباب بس. بالاضافه الى 25 شاب متطوع موجودين ثم هنبتدي ننتقل من مركز لمركز بعد نقل الثقافه للقائمين على المركز بحيث ان هم يكملوا التدريب والتطوير للناس اللي موجوده فيه تمام خلاص احنا بقى نعمل التطوير بتاعنا في احمد عثمان محدش جالك ها ولا بعد ولا حد عين الملاعب ولا اي حاجه جت عينة الملاعب بس لكن لسه مش حاجه حصل امبارح بالليل ده عشان عارفين نجي النهارده ولا بس ولا ما عرفوش نجي النهارده جت صدفه هو بعد ما يمشي انا الحقيقه كنت عارف نجي النهارده بس هي المدام مارجريت النهارده الصبح احنا بنراجع قالت لي في 6 ملاعب هيخلصوا في القاهره اخر الشهر الجاي في يناير فهل دي من الملاعب بتاعتك ولا لا؟ انت شفته لا هي كام ملعب نازلين فيه؟ انا عندي 1 و2 2 يعني ملعبين طب حد بعد يستدعي مدام مارجريت؟ طيب محمد سويلم جاي طيب كمل يا حسن على بال مدام مارجريت واستاذ محمد يجوا فكر ريادة الأعمال والعمل الحر إزاي نأهل الشباب إن هم يبقوا قادرين إن هم يقيموا مشاريع معينة ويستفيدوا منها ويشتغلوا منها إحنا عندنا برنامج مشروعك حقيقة في الجمعية اللي هو برنامج بنساعد بيه الشباب لو أي حد عنده فكرة مشروع بندرس معاه المشروع وبنعمل معاه دراسة الجدوى للمشروع وبنوصل معاه لغاية التمويل بحد أقصى 100,000 جنيه بقرض حسن بدون أي فايدة بحيث إن هو يقدر يبتدي مشروعه برضو من الجزئية دي هنبتدي إن شاء الله من خلال المراكز اللي موجوده في المحافظات عليك السلام انا ليه بتكلم على الملاعب عشان بس تبقوا عارفين وايه علاقتها بجمعيه رجال الاعمال شيء طبيعي ان مارجريت كان في اتفاق مع الشاب اللي هناك ده جالي من 3 شهور كده او اقل شويه احمد عثمان لا وقال ان في ناس راحت عينت بس مفيش حاجه حصلت وامبارح بالليل جاي الصدفه وجاي مش صدفه ابتدت تبان ان في شويه حاجات جايه لا ما عشان هو يدوبك الشركه استلمت عندهم كان في ملعب تاني واحد عملناه نجيل صناعي واحنا على الهوا حضرتك دلوقتي على الهوا مين اللي بيشتغل ادي التزام على الهوا كده ادي التزام على اخر يناير ادينا التزام في اجازه نص السنه 27 يناير 26 يناير هتبتدي اجازه نص السنه
هيكون الملعب كويس. حتى كمان في ما هو ما بقول لك ملعبين بس النجيل الصناعي هو اللي هيخلص. النجيل الصناعي هو اللي هيخلص، الاكريليك هيكون لسه شغال شويه بس على الهوا. هي متسجله الكلام ده، مفيش بقى لما نخلص مفيش. وانا قلت لك على فكره، انا قلت لك المره اللي فاتت قلت لك لو ما اتعملش هيبقى انت السبب، انك لازم تتابع وتيجي كل يوم وتقول حصل ايه، حصل الكلام ده ولا لا. والله انا بتابع بس بتابع بس ما حدش بيتابع معاك، ما حدش بيرد عليك. شفتوش خالص، خلي بالك بس ما تكسلش. انا بس ليه عايز اقول كده، النهارده جمعيه رجال الاعمال، شباب رجال الاعمال بتقول احنا بنتكلم مع شباب عشان نديهم كورسات لتنميه المهارات، يعني ازاي يبقوا رياده رجال الاعمال، وازاي عندهم رياده، وازاي يبقى عندهم مشروعات، وازاي ياخدوا قروض عشان. بس هو اصلا الشباب مش هيجي المراكز دي الا اذا لقى حاجه الاول يعملها. فانت لما تروح مركز شباب وتلاقي ملعب او ملعبين او كده، هتلاقي في شباب موجود، فتبتدي تشتغل مع الشباب ده الحاجات الاخرى. لكن لو هو الدنيا صحراء، فانا هعرف اشتغل مع ثقافه ولا سياسه ولا ادب ولا فن ولا بزنس ولا حاجه، لانه اصلا مفيش مكان. فاحنا دايما طول عمرنا كنا نروح مثلا اي حته بنتجمع فيه كاصدقاء، نلعب كوره او نلعب سباحه او نعمل اي حاجه، ثم الوقت بعد كده بنخلص وكده نقعد كان يبقى في اي شغل تاني. فاحنا صحيح. محتاجين يبقى عندك حاجه تجمع لك الشباب تشتغل انت بقى عليه. طبعا. القصه الاخرى كامله باذن الله. برضو كان المهندس خالد فاروق زميلنا ونائب رئيس مجلس الاداره عندنا كان في الصعيد من كام يوم، بيعمل برضو اناليسز للاحتياجات سوق العمل هناك محتاجه ازاي، بحيث ان احنا نبتدي نربط الشباب اللي موجود باحتياجات سوق العمل اللي موجوده في المحافظات في هنا بالذات كان بالاخص، بالاضافه الى المبادره بتاعه 200 2000، ان احنا هنوفر 2000 فرصه عمل من خلال 200 شركه من اعضاء الجمعيه عندنا على الفتره الجايه من خلال البرنامج اللي احنا شغالين فيه. محمود حسن مربط الكلام ده كويس. خلي بالك هم دلوقتي بيتكلموا على 2000 فرصه عمل، احنا عايزين نشوف الشباب ده فعلا هينجح يجيب لنا 2000 فرصه عمل ولا لا. لان احنا ممكن نقول 2000 فرصه عمل ما نعرفش نجيب ال 50 او ال 100، لكن الشباب المفروض انه هيلتزم معانا، هيعرف طبعا. يقنع الشباب اللي طبعا. زيه انه يعرف يشتغل. يعني احنا ملتزمين بيها كمان زي ما قلنا لحضرتك قبل كده، وزي ما هي موجوده في. خلي بالك احنا عندنا مشكله ان شاء الله، مشكله ان ممكن الشباب ما يصدقناش. الحكومه طول عمرها بتقول حاجات مش لازم تنفتن، انما ربما يصدق شباب زيه لما يلاقي ان جمعيه رجال او شباب رجال اعمال هي اللي عامله القصه ديت. يقول والله يا جماعه دول هم بقوا رجال اعمال وشباب، فدول يمكن يكون عندكم يعني شكل جديد الشباب يحب يتعامل معاه. وان شاء الله هنعمل مونيتورنج ليها كل فتره زمنيه، كل شهرين كل ثلاثه، ونشوف القياس اخباره ايه، ونيجي نقعد عند حضرتك في ضيافتك هنا ونقول احنا واصلين فين في الجزئيه دي. اخيرا وليس اخيرا، هي حمله التوعيه وزارة الشباب والرياضة بتتبناها معانا كجمعية، ان احنا ننشر فكر العمل الحر، وان ازاي الناس تقدر تبتدي تشتغل في شغل تقدر تثبت فيه قدراتها. مش لازم بالاخص يكون المؤهل التعليمي هو الفاصل في مجال العمل. اخيرا عشان ما اطولش على حضراتكم، نشكر مرة تانية معالي الوزير خالد عبد العزيز وكل القائمين على وزارة الشباب والرياضة على التعاون معانا. ان شاء الله باذن الله الفترة الجاية نقدر ننتشر كويس جدا في المراكز اللي موجودة في كل المحافظات في مصر، نقدر نطور الشباب الموجودين سواء القائمين على ادارة المراكز او الشباب المستفيدين بالزيارة للمراكز وبتردد على المراكز للاسباب الرياضية والى اخره. بشكر حضراتكم مرة تانية ونشكر حضرتك معانا. شكرا حسين، ميرسي جدا، وانا حقيقة فخور جدا بيكم ومبسوط جدا انا معاكم والله، وعندي امل كبير جدا في الجمعيه عندكم انها تحقق الحقيقه تعاون كويس قوي مع الوزاره. لكن عايز اقول لكم حاجه تانية، انتوا في هنا في الاسماء اللي قدامي منى هاشم الاولى، هي مش موجوده، لكن عايز اقول ان انا 17 سنه بشتغل مع الدكتور هاشم الاولى، وانا واحد من تلامذته، والراجل ده علمني كتير جدا، فانا سعيد ان بنته موجوده في مجلس اداره. الراجل ده فعلا علمني التزام وعلمني هو، عشان يعني اقول فرصه ان الناس اللي هتطلع من عندكم ممكن يكون عندها يعني فرص كويسه في الحياه العامه. الحاجة التانية برضو يعني بشكركم جدا على المجهود اللي بتعمله، سواء في كل الحاجات اللي ناحية اللي موجودين بترفع مستواهم، وانك كمان بتبحث عن فرص عمل جديدة للشباب وبتروح لأماكن بعيدة في أقصى الصعيد. انما انا برضو عايز اكلمكم بالصدفة، مش ممكن هفوت الفرصة ديت، ان احنا محتاجين ان احنا نعمل حالة من عندكم للانتخابات البرلمانية القادمة، ازاي الشباب يشارك في الانتخابات البرلمانية القادمة. لن نتكلم عن المرشح بعينه او اي حاجة، لكن احنا نحتاج بشكل او باخر يكون انتوا يعني مجموعه من الشباب اللي عنده امكانيات ومتواصل في اماكن كتيره جدا داخل مصر، ان احنا نتكلم مع الشباب انه على الاقل ينزلوا يدلوا اصواتهم في الانتخابات، يختاروا المرشحين بتاعتهم بشكل نزيه جدا، بس بشكل يكون فيه تقييم علمي. ونتمنى ان الناس بعد الانتخابات تقول ان الشباب كان له دور مؤثر سواء في الانتخابات او في الترشيح للانتخابات او حتى في دخول البرلمان.
فأرجو في كل لقاءاتكم القادمة خلال الشهرين ثلاثة الجايين أن يكون في جزء من اللقاء أن احنا بنتكلم على المشاركة السياسية. ده بالنسبة لكم انتوا هتبقى برضو أوقع منكم لما تتكلموا الشباب اللي في سنكم تقدروا يعني يشاركوا سياسي. فأنا بشكركم جدا والله، ويعني عايز أتابع بس نفسي بقى أن التعامل مع الشباب ليه حساسية مختلفة شوية عن التعامل مع أي حد تاني. الشباب لو ما حسش انه اللي بيشتغلوا ده بيجيب نتيجه في ارقام بتتحقق بيفقد شويه الثقه، واحنا مش عايزين الحكايه دي تتكرر تاني. ربما بنبني ثقه شويه مع وزاره الشباب والرياضه خلال الفتره السابقه، وبالتالي ارجو ان هذا البروتوكول او التعاون المشترك ما بين الوزاره وما بين الجمعيه يكون على الاقل ليه نتائج ملموسه، حتى لو نتائج دي كانت ضعيفه في الاول لكن نقدر نبني عليه. بس المهم نبقى عارفين احنا عملنا ايه وهنعمل ايه السنه الجايه وهنعمل الشهر الجاي، يبقى في خطه واضحه وفي ارقام حقيقيه مش ارقام بس مجرد ان انا اعرضها للاعلام. انا دكتور محمود عايز اسمع حضرتك بقى وقول لي عشان احنا هنتحاسب سوا كده بعد اللي. اتفضل. انا بشكرك جدا يا حسام والله بجد، شكرا يا شباب، متشكرين جدا.